wanna feel free to make all my projects or my dreams come true. غيب نحوي بلادي حيت مستقبلتي بعدي عليه. حاسب راسي بحال مشدود انا وصحابي في حبس كبير. غيب نحوي بلادي حيت مستقبلتي بعدي عليه. حاسب راسي بحال مشدود انا وصحابي في حبس كبير. تقدر تقول لي راني غتنحلم ومني نمشي تما غادي نندم. قوليك عاوتاني راني حاسب راسي مشدود في حبس كبير. حبس كبير وما عنديش العطا. حبس كبير وقهرونا العياقة والسطا تسلوبنا علاقة. ويلا دويتي تاكل الفلاقة. I'm on the lead my conflict cause I don't see clearly my future here. My life seems to be a darkness night without you. زيد العودية زيد خليك وديك وشي شوية ليك ودا صاحبي. شوف ما غادي يجي السيح تطب لي المي وعلى بناتهم وانا فين كندولها لك غادي هاش تما العود سير الله وش بليك ضمان جوال عشير ضمان ما نظنش على ذاك الشي اللي كان وقع محال بقى يجي شي حد صاحبي راه قالها لي مراد صاحبي اللي خدام في لابلاج المانيا تا سيدي ولاو يمشيو لاسبانيا واليونان وزيدون الصفر باقي ما وصل حجنا حجنا الشيطان اش من اسبانيا اش من اليونان تعا نقول لك علاش كيجيو الالمانيا لهنا للمغرب علاش على ود الرجال الفحوله بحالنا الواعرين طلع الرجال في اوروبا عائشه صاحبي وتا خويا ما بانت لك حتى شي مرة اللي مزيانة في هذا المغرب هذا الحاج نعم الشيطان راه داوي لك على الالمان صاحبي دوتشلاند فرانكفورت انت ولد تقارن ليا دابا المغربية مع الالمانية ما نقارنش ولكن المرأة امرأة في العالم كامل مرأة شنو انت تعرف صاحبي امين اه نعرف امين صاحبي تيقول واحد القضية شتي وين نتفق معاها فيها تيقول لك العيالات ديري بحال لاسبيرين انت تعرف الحاج لاسبيرين بعدا مالهم كنعرف لاسبيرين واخا سيدي انت دابا في المانيا ضرك راسك بغيتي تشري لاسبيرين باش تداوي الراس وعاد تتخيل راسك غادي تشري لاسبيرين تيطير لك حريق الراس من راسك وما الا كنتي في المغرب واش دك حريق الراس بغيتي تشري لاسبيرين باش تداوي عاد تدلي لاسبيرين في كرشك تيشدك حريق المعده اللي تينسي لك حريق الراس اش كتخربق اسبيرين اسبيرين بحال بحال كيميائي حنا في هاد البلاد كنخشوا في كل شيء نعطيك مثلا في البني ملي كيبداو الطشرونة تيبنيو كيكثروا بزاف في الرملة وكيقللوا في السيمة ملي كيدوز عليك العام كتلقى الحيطان ديال كلشي تشقق ترى دوتشلاند فرانكفورت صح ولمتانا معلم الله يجعل سيدي ربي يدير لك شي تاول ديال الخير والحاج نهار الشيطان صاحبي او عديت وجدت معاك في الهضرة صافي تزعم لي على شعري عزيز الله يهديك الشيطان صاحبي عزيز عزيز هادو صحابي هذا امين هو اللي سايق الموتور كوافور و تيحل مسكين باش يولي اكتر ايوا هذاك اللي راكب موراه سميتو خالد خالد مسكين دافر راسو في واحد التيليبوتي ولكن ما نقول لكمش واحد الصفات واحد الكذاب واحد القنبال منو ما كاين اجي بعدا قولوا لي تفرجوا في هذاك الفيلم اللي كيكون فيه ارنولد شوارزينيغر راكب فوق واحد البيكالا وسبحان الله العظيم عرفتي عاد انا ركب فوق هذه البيكالا هذيك كيجيب لي الله راسي بحالو كاينه ولا لا دابا حنا دخلنا هنا كي غنديرو نهضرو مع هاد الالمان وكاين هاد كي غندير انت الدري صاحبي رديتونا حنا ما كنديريوش كاع صاحبي انت اللي دخلنا قلت ناختي شلي بيديش زبن زبن اخت فن فن معلم انا كتعجبني بهاد البلانات واه زبن زبن اخت فن فن داكشي ديال تيليكوم وهذا صاحبنا مراد مراد الفصاله ولكن ما تنساوش راه هو اللي تيدبر علينا باش ندخلوا لابراج واش نكون غتشوفوا الالمان غادي تشوفوا الالمان اش من الالمان دخلنا بعدا حنا لابلاج تاع الالمان اشطط يلا سرعة I wanna leave my country cause I don't see clearly my future here. My life seems to be a darkness night without the moon, without the sun. I wanna leave my country cause I don't see clearly my future here. My life seems to be a darkness night.
تفين هم هاد الألمانية تلعب؟ أنا ماشي شواف أنا قايل الجروب ديال الألمان غادي يجي لوطيل هما جاو وزيدوا ما دوزهمش كاستينغ أنايا هادشي علاش عيطت لنا أمين راه ما عنديش تصور وما صح شوف العاود شتي أنا خصني نمشي ألمانيا قبل ما تدوز عليا العام واش فهمتيني ولا لا خصني نمشي أخويا لفرانكفورت فرانكفورت غندوز لكالي إن شاء الله غادي ندير بونافير تما ونجلس نرتاح معاه أنا راه ما كرهتش نخوي من هاد البلاد قبل ما تمشي ختي وخا نمشي غير لخوزيرات فين وصلت ديك خضري ديالك تيخليها الله وصافي دابا يلاه خطبها واحد السويدي واخا كبير منا بشي 27 28 عام بحال هكا 30 عام اخويا 30 انت مالك اخويا شكون اللي قالها لك راه ملي كيشري مرا كينزل على لوطي هنا المهم فين وصلوا هو هذا دابا راه علي تمشي ولكن راه المشكله الدراري الا مشات انا راه زني الماء وانا ما نقدرش نخلي الوالده بوحدها الوالد الله يرحمه وصاني عليها خليها الله وصافي عزيز شفتي داك القاوريه داك الالمانيه شتيها دابا هذيك مثلا الا قالت لك ديك الالمانيه ولكن بشرط واحد تعيش معها 5 سنين توافق تما هاد الصد واش انت بصفر فرا العود ولا كيف انا نمشي 5 سنين مع هادي هاد الفصاله هادي هو التماره وهاد لونترينمون وهاد الفورما هادي نضيع انا مع داك الساطا هادي انت شوف كرشا كيفاش مدل ليا طم مريض انت وانا نقبل هاديك اللي كرشا مدل ليا انت 5 سنين معاها نقص معاها حتى 6 سنين ولا قبلتي انت حتى انا نقبل والدراري والدراري مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرك لا لا ماشي هاد خيمه هنا فين ما حطيت يدي تبعني شتي انت تابعه والتسير والدراري تقبل بعدا عاد نفكر تقبل بعدا الدراري انا واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش في هاد المغربيات ما بغاش تدخل ليا للبال دابا كتعرف مع البنت اليوم غدا كتجوك كتزوج بيا غير كتزوج بها كتولي عطيني هادي جيب لي هادي صاحبتي ركبت هادي صاحبتي لابسه هادي العفو الله الا عندك الصحه عرفتي فكرني في واحد الكوزان ديالي اللي تزوج مسكين ولا عطيه حكا على الماركات ديال الثلاجات الفريكوات الميكرو كريدي الطوموبيل طان ولا عاود ولا واش انت صاحبي 2009 وانت مازال كدوي على المغربيات فين هما هاد المغربيات فين هما فين هما ها كاينين شي العاود ما كاينينش راه عائشه على المغربيات الدراري شو قال شي عمر هاد فكاد المشاكل كلها حتى هند بنت القزاره العاود دخلت عوم ونحرم العمان 10 سنين العاود باي العظيم الى هند فير مال فير مال وخا لابسه سروال ديال بوها القزاره ناري على شو ويدي واخا هكا قريطيسه هي قريطيسه ولكن عندها واحد المشكله واحد العائله عندها في شي اشكال وحنا راه عرفنا العائله ديالها في شي اشكال حنا غير تنزيوتي اش غاديروا الدراري انا غنمشي نضرب شي عوم حدا ما تجي اللي بغى يجي مرحبا بها الدراري انا مشيت الدراري ارجع عين راه غتشوف كتخلع صافي يلا يلا نضربوا مع شي يلا سير الدراري دابا تا صاحبي بعد تا راه خصكم البار راه خصكم تضربوا الحديد اصاحبي واش هادو في الصاله هاد بنادم يعري ويمشي يبغي في البحر كنت منكم انا كنت تخبيت تحت باراسولا زين كاع من بعد ساطا وار وين بيش والله ما بيها بالله واش غادي تبع نوض أرى البورتال دراري المهم أنا مشتول الله يعاونكم عاوتاني نسير أنت تدير لي الشوا في الحومة ها وقول لهم أخت فلان غادا مع المدير ديالها أشتي الرجلة ديالها أنا الشوا تدير شكون عندك شي شوا ألو 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 فينتي أنا في الخدمة شوف عندي أن دوزيام أبيل نعاود نعيط لك سي كي سي مون كونار دو فرير واش تي هاي قطعت عليا وقلت لك عندها دوبل ابيل وقلت لك في الخدمه واش تي كنت معناها كاع ما يطرا هادشي انا خدام معاها ولا خدامين في الطوموبيل ولا ما كنت فاهم كيفاش تعرف تطمز عليا دابا ياك خدام معاها هذاك خدام معاها وهذيك الخدمه اش غادير شد الطريق اخويا بوحدك ما نمشيش معاك انا تنضحك معاك اجي خالد وخالد اجي يا صاحبي انا كاع تما
راكم قبيله صاحبي درتو لينا الشوه في الشارع. اوا شتي تاك وعطيتينا الموطور خليتي نتبعها كون شديتها نوريها داك الساعه شنو ركب في الطوموبيلات ولكن عندها الزهر. هي مسكينه راه ما دارت والو حتى هي راهي بحالنا باغا يفقاش تخويها صاحبي وتزف من هاد البلاد هادي. كيفاش هي بحالنا؟ شتي حنا اللي درناها بعداك الرجال جات معانا. انت دابا تخيل عزيز كون كان شي تويته هاك تلقاها هنا كون راه شحال تلقاتيه في شي فرانكفورت ولا في شي قرينه. شنو هي العاود؟ تما تخيل معايا دابا انت شي ممثله نايضه في هاد البلاد ساطا واعره بشوف فيرما نايضه كون راه كاع المخرجين عليك بحال الدبان. خويا خالد شنقول لك؟ هي مسألة الاحترام. خير رشيد صافا شتي هاد البلاد ما كيدير حتى السلام ما تيرضاش. الحق راه خايبة الدراري في هاد البلاد. هاد البلاد هادي راه بغات بنادم يمشي لالمان ويدبر على راسو شي عام في المصروف ديال بصح ويجيب شي طوموبيلة ويقلب ليا على بنادم وما يقول سلام حتى شي واحد. انا الدراري يلا تعرفت على واحد التويته واعره با عنده لاميزون دو مرسيدس في المانيا. قالت لي شوف با خالد بالالمانيه قالت لي غتوصل عندي تما ندبر لك على واحد 16 متر ذاك. داك الساعه خوكم يجي فيا كلا كنعرف انا دوك التويته ديالو اللي خدامين باواتهم في لاميزون مرسيدس. شتي انت بهاد العياقه ديالك غتبقى ديما كوافر شتي هذاك اكتر غينساه. شوف شكون هادي يوصلك دابا يوصلك. امين ما كنضحك. امين امين اجي انت خلعتيني يا خويا رشيدي بشويه صاحبي. خبر شتكم اليوم في البحر ومن بعد خير رشيد صاحبي البحر راه كيمشي للعالم كامل. شتي داك صاحبكم مراد كلمه واحده من عندي هزونا في خدمه. عارف اللي كاين خير رشيد وانا عارف بلي انت وبها في لابلاج راك عارف غير ما كنلقاو ما نديرو مشاو نبيعو شويه الوقت تما يوصف. وحاجه اخرى ما عندكمش الحق تقربوا للتوريست. عارف اخويا رشيد عارف راه طلع شي قرو. ايوا طلع قرو نعاود انا راه ما عنديش القرو صاحبي راه ديال لونترينمون خويا رشيد. واخا اجي دبرتي شي توريست ولا لا؟ تاش من توريست فين هو التوريست نصورو معاه؟ واخا تهلا تهلا في راسك. انت بديتي غزير على العود. واش انت ما باغيش تفطر؟ ما فيا ما نفطر. الناس كبروا ما بقاش غاديين يفطروا معانا. شتي انت غتسدي عليا داك الفوميه هذيك ما سديش نهرسولك وداكشي اللي شت البارح بالله بالله ما ندوزها لك. انت بعدا ما سوقكش نخرج ما نخرجش ما سوقكش فيا وزيدو انت نهار شديتي القرو راه ما تسوقتي حتى شي واحد. والله كنساني ماما شافي شنو دابا عليا حمار خرج عليا. Elle marche. C'est malia. La machine. Dama. La machine est dama. On a gagné la machine de la qui nous fait la salle est dama. Quand tu l'as boité, tu l'as mis à. On te voit là. Au Japon, ma qui dure aussi ce carvetier. Qui fait? Fille belle. كاع ما تيديرو السكر فتاي جابون سيرين كيف ما شتي دابا حنا في المغرب عندنا واحد الثقافة ديال القص ماشي شكل. نعطيك انا مثلا العائلات المغربية تقدر فيها شي مزيان هي بجوج المرات في النهار تاكلو الطاجين في النهار طاجين بالليل طاجين في النهار طاجين بالليل. حنا بلاص من تريني وديرو شي فورما تكون واعرة تنزيدو عام في الشهر. واش غادا اليوم بالليل؟ كيفاش ندير اليوم أولادي؟ واحد صاحبتي دايرة أون سواغي في البحر عفوتكم وقل زعما إلا بغيتي تجي هاجي. الجوج هادو غادي يكونوا معاك لا شي في البحر تا هما إيش لا يبعدش وماشي بلونجلا صاحبي يقولها بالألمانية أنتوما تروحوا اللعبة
واش شتي الناس ديال السبور كي دايرين؟ ما كاين لا لاصال لا والو. هذا ما حس كاع معلم على المانيا البارح جايه الدراري. عزيز ميك ميك على عزيز ميك راه مزعوط مسكين. شنو هذا ود مزعوط؟ اه انا مزعوط في البرا في لونترينمون. اهلا امل كديرة لاباس عليك بخير؟ نقدم ليك صحابي هذا هو خالد الحلاق اللي عودتك عليه امين لاكتور اللي قلت لك عليه هذا عزيز الحديد البرا بون سلام عليك غندير واحد البونجور مع التوريست ومن بعد نطلع للوطيل ايوا نطلع في العشية اما كصايب حشمه مع السيده مالك انت مال هاد العود هذا حتى 2009 هذا العود بغيتينا نسلم على المغربيات ولا انت راه المغربيات ما كاينينش لعيبات فين هما المغربيات فين هما كتشوف انت راه اشاعه صاحبي ار يو ريدي صباحين اشنو هذا شنو هو ديساك ديساك راكي عارفه مع لونترينمون دابا انا كنتريني ما نقدرش دابا يلا نتحركوا فين نتحركوا يلا غير نمشيو زيد كاس واحد كاس واحد عرفتي شنو تفكرت اي تفكرت ملي كنتي في داركم القديمه الدار اللي كنا حنا ساكنين فيها حداكم كنتي ملي كنتي كتزيدي زراق الزيت من داركم وكتجيبي لراس العمو وكتجمعي كاع الدراري كاملين وكتجي جرا مسكين داك زراق الزيت من قرفه تبع عليك كويا جرا وكتبداي كتقطعي له في هذاك الراس بمقص الضفار وهو كيغوت وتيقول واك واك عيب الله جا شي واقع والدمين تكتشر على رقبتي شنو تنكري عاوتاني بركة بغيتي البيكتور عامر خدامة كتضربي فيه لما تشوف فيها هكاك العود ما كانش خصني نشرب حيت الحد هذا الوارد ما تيشربوش صباح الخير خالي صباح الخير تما كتشوف فيها العود يلا صاحبي نتحركوا راه تعطلنا فين تعاد جاي فين كنتي وايلي يا صاحبي على فين تعطلتي هاد جي راك عارف هاد الدار وصافي ومن اللي كعوينات مبوقين هكاك راه البارح نعس نديرونجي شي شويه وصافي داكشي علاش نعس نديرونجي سد سناني الهابي ماجيون سير عاود بالله هذا هو الوطيل اللي كيكون فيه السويدي وانا متاكد راه كل صباح كيخرج من لهنا راه قالوا لي الدراري ناري العود مطيلي الخوادري هذيك خرج مع داك الصاط ناري 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 ما نقول لكش العود ناري انا منظرك يدير ديري ما خصهاش تشوفني انا بعدا شادير العود قول لي اش غندير شي انا ما وثقش في يدي ولكن والله يا موت نولي المغاربه علاش قادين صافي وما مشاو صاحبي في الطوموبيل قول لي اش غدير اصاحبي واش نتبعوه اش غندير ليه
غنصيفط ليه دريس وسعيد هما اللي غيتفاهموا معاه وهنات. والمهم الصوت انا راه غنتحرك فهمتيني. انا مزوق فيك خالد الله يرحمك الوالدي. عندك في تعاود الصوت امين داكشي اللي عاودت لك انا على عين صافي يكون هاني راح لك بالله وراه بالرب ما نقولها لهم. حتى انا نطلب منك واحد الطليبه شتي هادشي اللي شتي دابا الله يرحم باك ما تقولوا حتى شي واحد يبقى غير بيناتنا. خلينا على الشيطان صاحبي واش انا رجال ولا بطاطا. بغيت الله لا بغيت الله صلى يا ربي مشكلة عاوتاني جاي مخشي حدايا كنقول لك ديما سير نعس في بيتك مشكلة. الو شنو؟ الو امين عاوتاني وليدة هادي كتغوت. الوليدة وانت مالك صباح خير اولاد عاوتاني نعس حدايا ايوا من بعد لا والو ها هو داك الدوز اللي تجي لبوتيك ايوا واخا انا نبدلهم جاي عندك يلا لام وي صافي غادي عاوتاني غنمشي للصالون من بعد ندوز نشوف الدراري غير شويه عليك في الطريق ما تخممش على الوالد مليكة لاباس عليك وي صافا الحمد لله ميرسي سبحان الله العظيم ديما كنخرج انا وياك قد قد سبحان الله العظيم فين باقي باغي تولي ممثل عرفتي راه عاد جاتني واحد فورماسيون واحد ستاج ديال التمثيل في المان اختين سبلوفاخ ومن نولي يمكن لي بادوار كبيره مع دابا شتي سينما في المغرب راه بدات تتحرك راه ولا فيها الفلوس والشهره ولكن دابا باقا غير كوافور غير حيت جداتي بغات تصاوب بروشينغ داكشي علاش جداتك ما غران مير واخا هلا ملكة نصك معايا شي بلاصه كيفاش كتفلى عليا عافني انا غير نركب معاك في هذا الميطير يلا يلا هاد بنادم عاوتاني هادي خلينا هنا غنشرفو حنايا انت مالك صاحبي دابا يجي ديما كتقلق ولو ولو نمشي نهضر هاد الدراري مع الالماني اش من الالماني انا هاو الالماني اللي ضحكات معايا البارح انت مال هذا واش تسطا ولا انت كيفاش حنا ضحكتي معايا انا قال لك ضحكت معاك وانا ولادي نمشي نتكلم معاه ماشي انت فهمتيني شتك شتك كنتي مزروف شي شويه عاودتي لي شي حاجه صافي انا لا انا وبالرب ما قلت لي شي حاجه وانت ديما كتنوى فيا صافي صاحبي ما كاين والو ما قال لي والو ما قال لي والو واش داك الالمانيه راه ديالي انا وانا ولا اللي نمشي ندوي معاها تفهمنا وتشوفني علاش قد الصاد ايوا حنا نشوف السلام عليكم أمال صباح أخويا كلشي بخير هاني الله يحفظك كتعرفنا ياك حنا صحاب مراد غير مراد اليوم تعطل علينا فهمتيني وبغينا ندخلو سمح لي أخويا لا خويا إلا كان مراد كيدخلكم راه هو اللي كتحمل المسؤولية وكان حنا ما بغيناش نشريوها ليه مراد راه رويزل ولكن تيجي هو يدخل تيجي هو والو عصرو عليا قال لك والو حتى يجي مراد ما تقولهاش خليتينا على العود شرفنا هنا شديت لك راس ديال الدقه عاوتاني اوغوزمون لقيت امل جاب لي الدواء ديال الدقه ديال فونتولين باش نقول لك واحد القضيه عندك شويه تعقدوم ولا خلي بعدا تمشوا للالمانو ما تخممش غادي تمشوا للالمانو الدراري يلاه دخلوا دخلوا ولا دا صاحبي ولا دا شويه د النظام صاحبي شويه د النظام يلا
فين ماشي اصلا؟ صباح الخير. ما ماشي لين انا وقفت تريح مارس تهضر معايا جمي شكد لي ما تمنيد وسي ديك الليله مع ديك هند وليتي معايا شكال ودي ما قلتي ليه والو والله ما قلت لي شي حاجه ماك ديما منوي يا صاحبي ديرك بخلا على خويا رشيد دير الصاد صافا كلشي بخير برشيد شي قارو سكوت سكوت انت سكوت انت اخويا رشيد شوف انت دوع شوف امينه صاحبي ديما كيتعدى على القولات مكيخليني في خاطر ومن بعد اجي اشنو قال لك راسك انت البارح قلت كتبرقق ليا في الدار واقف باب الدار حليت الباب وانت تسلت علاش انا اخويا رشيد انت حليت الباب وسلتي ويلي اخويا رشيد من الشيطان الصاد صاحبي دابا حنا كنعرفو بعضياتنا لا ودابا كنعرف الدار ديالك اخويا وانت كتعرف الدار ديالنا واش فهمتيني كنعرفو بعضياتنا صاحبي شكون ولا لا خالي اسمح لي انا ما كنعرف حتى واحد اسمح لي شتي ها هو ما كيعرف حد ارى داك قرار ولي يضرب خير ولا خير اشي ولا الشيطان صاحبي شعري لا شعري لا وشعري لا العود راه تنضرب عليه تمارا العود انا شعري وانت ماشي راجل وحتى انت ماشي راجل تمارا انا شدرتك عاوتاني مريض هذا كه 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 شنو هذا؟ سي بوزيتيف بوزيتيف شنو بوزيتيف؟ حاملة تعقل حتى على شي حاجة على هادشي اللي عاودتي ليا كنتي سكران كنت سكران واش بعدا انتي متأكدة من هادشي اللي قلتي ليا ولا لا؟ بتقول لك زعما الانسان قبل ما يتاكد راه خصو يتاكد بعدا كيميائيا واش فهمتيني ولا لا انا غدا الصباح نمشي عند الطبيب ولا تاكدت براني حامله غادي خصك تجي تخطبني مع عند الباب العشيه كيفاش غنجي نخطبك من عند باك في العشيه ايه غادي تخطبني مع عند الباب العشيه وملي غادي يشوف الامور مزروبه بحال هكا غادي يفهم برا كاينه شي حاجه وغادي يوافق مزيان لينا مزيان عليك حتى انت حيت غيخدمك معاه هو سي فغي ما غاديش تكون تدير شي حاجه كبيره في ليزاباتوار غاتكون هي كدبح الغنمي وليني شويه شويه بدا تطلع كراد والناس يبداو يحترموك ندبح الغنمي واعره هادي ترى اللحمه هذه 5 سنين ما شتو ما حرا عاد نذبحو علاش انت فيجيتاريان معلوم فيجيتاريان لحد دار كاع ما كياكلوا اللحم حتى الصباح نرد عليك الاخبار شي داكشي اللي درت لك خيتي تبرب غير القوالب ديال الدريات انا عارف داكشي واقيلا عنده الصح ترى معلوم عندي الصح شي ديك العائله راه حمقى دايره فاو دابا بصح ولا ماشي بصح بالعاني ولا ماشي بالعاني راكم ما كتضيعوا في الوقت الدراري شنو يدير دابا انت شنو يدير اش بغيتي يدير اصاحبي الا كان بصح حمل هذيك الساطه ديال هند راه خصو بزاف يضرب هو الكحل في البيض ويهنينا ويهني الشعب المغربي كاينه هاد القضيه بايز شي ديك تي حملتيها بصح غاتحملها مع المسؤوليه شي هادوك راه عندهم بنت وحده حتى راه يقدروا يديروا اي حاجه راه الا في شكال هادوك في شكال هاد القضيه انا شخصيا بانت ليا في شكل واقيلا غتبقى هنايا با عزيز واقيلا غتبقى هنا انت اللي غتبقى هنا اش كتقول كيف كتسمع انت اللي غتبقى هنا وعقل مزيان على هاد الهضره هادي لوطي عندنا دايرين واحد الجائزه سميتها البيتش بويزي هاد العام ومن بعد كيفاش من بعد فراسك ندبح شنو عنده دير بحال عنده سيمانة في أي دولة أوروبية اختارها صاحبي أي دولة أوروبية واكل شارب ناعس الفيزا طيارة ترونسبور كلشي داكشي ما تخممش ناضي شكون قالك أنت هادشي؟ شكون اللي قال لي هادشي؟ حميد بالقاضي يا صاحبي داك بلالة مازالين كيتقيدوا الله أعلم ولكن اللي كنكون مازال خدام أش غدير؟ غدا سيضرب عنهم دورة تو سي جامي يا صاحبي طونطا شونس على العشية مالك
غنمشي نتقيد غدا ان شاء الله. دابا المهم ماشي هو تمشي تقيد غدا ولا، المهم هو من هنا سيمانه خصك تربح. غادي نمشي غدا نتقيد وغادي نربح وانت غتبقى هنا. الدراري امالكم كتناقبوا كي الدجاجه ريحونا صاحبي. وحتى انت غتبقى هنا اختك هي اللي غتمشي لسوي. وشوف انت غتبقى تهضري على اختك. ما داري وحق الله يتعصب دابا انا بالله صافي رزقا عندنا شويه صاحبي. شوف شو والله الا فاش كيتقلق كيجي بحال الباتشينو تكرفي. وتعرفوا شكون يربح جائزة بيست بويز هاد العام؟ لا الفنا قرات الاجماع جائزة اللي هي سيمانة ميونيخ ماكلة شراب بوطيل وفيزا لعزيز طيري. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. كيداير بخير؟ تهاني صحة لاباس الله يحفظك وينجيك. خويا جيت باش نقيد سميتي. بلاتي نشوف. كاينة بلاصة خاوية. يمكن لي نقيدك ولكن ماشي ساهل باش تربح. لا الدنيا هاني غير قيدني. السيمانة الجاية عندنا كونكور نهار السبت. وغدا عندنا ريبيتيسيون. قابلة خويا غير قيدني الله يرضي. خويا غير بغيت نسولك على واحد القضيه وانا مزوق فيك بغيتك تجاوب. سمعت بلا جائزه زعما ديال هاد الكومبيتيسيون اللي غادي ديرو سيمانه في اوروب واش نيشان ولا لا؟ ما يمكن لي نقول لك والو مفاجاه. انا مزوق فيك الصاد عرفتي هاد القضيه مهمه بالنسبه ليا. انا مزوق فيك اللي ما تجاوبني بصراحه ما يمكن لي نقول لك والو. فانت ندير انا واحد القضيه شوف بلا ما تقولها ليا ياك انت غير الا حركتي راسك ها هاكا راه كاينه قضيه فيها عقود ما حركتيش قضيه ما فيهاش عقود صافي بوينو بيليسيمو تشاو هادي عندك يا معلم. المهم انا سميتي عزيز الطايري. عزيز الطايري سي بون تهلا الله يحفظك. Are you talking to me? كتهضر معايا جمي؟ كتهضر معايا جمي؟ كاين حتى واحد هنا كاين غير هنا كتهضر معايا. شتي صاحبك مسكين ملي لعب في غيران في ذاك الفيلم ولا كيبان ليه راسو ولا ممثل بدا النهار هو يتزريط قدام المرايا بالحق عنده الزهر. قال معلم عزيز عليه السينما ماشي قال لك راه باغي يدير واحد المدرسه ديال الا يجي ديال التماثليه في المانيا. المانيا كاع واخا دابا نشوفوا واش يقدر يبات حتى ليله بلا مو. دخلت عليك بالله على لطيفه تعال شوفي لي هاد الفصاله واش هاد الفصاله هادي ديال المانيا ممثل في المانيا عرفت شنو ممثل في المانيا ترى خصك البويض خصك الفصاله خصك الفورما تعال الصاط مفقود مسكين او مفقود كاع شوف هاد اللقطه فين شفتها عزيز فيلم You talking to me? Are you talking to me? كي جاتك البيسيبس اجمي ارنولد شوارزنيغر. لا ارنولد شوارزنيغر اصاحبي لا ارنولد شوارزنيغر انت غير كنهضر معاك. شوارزنيغر ارنولد شوارزنيغر احسن ممثل كاين في العالم وسالينا. امين انا مشيت واخا مالنا مني رجع فكرني باغي نهضر معاك في هذا الموضوع مهم. شوف راه علي بوينت الله يرحمك الوالدين ما تخممش هاي سكت صاحبي. هذيك الالمانية شو درتي معها؟ سميتها هيلغا عرفتي بدات تتحمى. ودابا الا شافتني انا شنو زعما عجبها ولا لا؟ تخربق كنقولك سيدة تتحمق عليا تتسطى ولا تدو وانت كتقول ليها عجبها. واخا بلاتي دابا انت الا كانت كتحمق عليك انا الا شافتني شنو غادي يوقع لها؟ تولي واقيلا كترمي حوايج عليا في الزنقة. تخيل معايا مثلا انا وياك تلاقينا واحد الدرية ساطا مزيانة شكون اللي تختار انا ولا انت؟
انا الا كنت في بلاصه هاد الدريه هذه نختار راسي تتخربق دابا ما فهمتكش تتخربق واخا سيدي نشوفوا لطيفه لطيفه شكون تختاري اختي انا مزوق فيه صراحه حتى واحد ما كيحمر الوجه ولكن غنعزل الصحاح فيكم اش قلت لك على عاود حتى لطيفه دوله تعرف شنو صاحبي خدمك وكتجرف فيا واش انا الدجاجه صاحبي ولا ما قصكش راه المقص صاحبي غير المقص معلم وفين وصلتي؟ خصنا عام باش نولي فحالك اخو عزيز لا لا ولا لا شنت خصك شهرين قلتوا لي وقيل احسن مني راه غير يبعدوا عليك العيالات شي العيالات الا بعدوا عليك راه كدير كاع داكشي اللي باغي بلاش بابا عزيز بابا كيفاش بابا شنو بابا كاين ها؟ كاين هنايا واش جاي يدير هنا؟ دابا تعال انت عندك مشكل مع العيالات انا لا ما عنديش مشكل تبارك الله عليك الدار دارك بغيت نقول زعما البحال مرحبا مرحبا بكم اخويا كتعرفني واش كتعرفني الله يودي شكون اللي ما كيعرفش السي احمد في الحومه ولكن السي احمد انا زعما شخصيا ما كنعرفش انت كيفاش داير غادي نقول لك واحد الحاجه عليا عندي 27 حانوت ديال تاكزارت و12 بطوار وخمسة ديال الطوموبيلات لوكس والحد الاول من كل شهر كنركب فوق حمار وكنضرب عليها دويره في الحومه فايت ليا شفتك فوق الحمار سي احمد وعلاش فوق الحمار انا كنظن سي احمد بالله زعما انت من خلال هذا الحمار هذا تبغي تتواضع مع الحومه فهمتيني كنت نذبح الحمير وكنخلطو مع اللحم ديال الغنمي وكنبيعو الناس على داكشي ما نسيتش الخير ديالو وكل مرة في الشهر كنكرم الحمير فهمتي؟ هو بصراحة بغيت نسولك واحد السؤال إلا كان نسول الحمار اللي كتركب عليه واش كتركب غير عليه هو أو اللي كتبدل الحمير أنا رجيت عندك وكنهضر معك وكما بغيتش نجي نهضر معك كانت غادي تكون حاجة أخرى قلت سي أحمد دوي معاه اعطيه فرصه دري باقي زوين ظريف تعامل معاه كيما كتعامل مع الحمير فهمت الله يودي فهمتك يا سي احمد ولدي شوفوا لما تهضر انا مريضه ما فيها ما يدوي والله ولدي لا عندك السوارتي اللي غادي تزوج بهند بنت سي احمد معقول ولد الناس انا راه باقا ما فهمتش كيفاش طيحت هذيك هند والله ما فهمت اسمع الخطبه غدا بالليل وسرح الشمني والله يا وليدي لا باللي فيا وانا مريضه حتى نجيك حتى لتما نحسن لك داك الشهر وانت ناعس كتسمع ودير داك الشيء اللي قلت لك لارضي شوف امي الو على سلامتك أمي زيد أبا مرة كبيرة هذا سيدي وأسلام سيدي شوف خذ ليها راحتك ارتاح ليها مع راسك ترى اتصل بينا سي حميد البارح نحدد معاه من كل شيء غدا الخطوبة كيفاش غدا الخطوبة؟ غدا غادي نحددو نهار العرس ونحددو وقتاش غتبدا معاه في الخدمة إما في البطوار أو في شي حاجة أخرى ولا في تاكزارت تاكزارت
السي احمد راه باغي لك الخير، ما تحشمناش معاه، ما تحشمش امك حتى هي مسكينه. عرفتي ابا انا نبدل الحوايج ونخرج انا وياك نضربوا شي دويره نشمو الهوا. عيني انا جاي. لوز انا شكرا. Pourquoi tu rigoles? Je crois que c'est la première fois que je sors le soir et que je bois du lait. Si tu veux, on va dans un bar, si tu veux boire de la bière. Oh non, non, écoute. Au contraire, c'est très, comment dire, exotique pour moi. Yeah. Exotique? Tu sais, Amine, j'ai tout de suite senti que tu n'étais pas comme certains hommes qui pensent que toutes les Européennes sont là pour vivre des aventures. D'ailleurs, je n'aime pas ce genre de femme. Et toi? Non. Je trouve ça triste. Ces femmes qui sont là pour s'amuser avec des jeunes Marocains et ces jeunes Marocains qui font ça pour l'argent ou pour aller en Europe. Tu veux aller en Europe, toi? Non. Non, je ne crois pas. Peut-être un stage. Cinéma. Je suis acteur. Acteur? Yeah. Ah, so, je comprends. Je comprends très bien, acteur. Yeah. Yeah. Amine? C'est pas ton ami là-bas? Ton ami de la plage, avec cet homme là-bas. Non. Peter, Amine, tu peux lui dire de venir? Je le trouve tellement beau. Il a quelque chose de special. Special? Yeah. Il n'a rien dans la tête. Pas intelligent. Juste les muscles, la voix. Mais je parle pas de ça. Je trouve qu'il a quelque chose de physique. Animal, de bestial. Peter Amine, fais-lui signe. Animal? C'est un animal. Il est avec son père, il parle, ils ont des problèmes. Arzo, c'est dommage. Arzo? Ah, mais je crois qu'il nous a vus. عزيز سمع لاباس كي درتي عليك صح لاباس لاباس لاباك الوالد لاباس الحمد لله الوالده كل شيء بخير الحمد لله انا كنت جالس مع واحد الصديق كنا نايضين كنا غنمشيو وانا شفتكم قلت نجي نسلم على عزيز والسي ابراهيم المهم عزيز السي ابراهيم سلام عزيز شوفوا شتي ولدي صاحبك امين مسكين كيقلب على الكوريات انت بعدا راه جاب لك الله بنت البلاد تفهمك وتقسم معك الصبر عندك صحاب فيان اون فو بارتير فارون جو ني با فيني مون لي او بانان فارون سي امبورتون مون ان امي سون فرير اي فا مورير فاس فاس سون فرير اي فا مورير فاسي توا Moi, je reste ici. Il peut attendre. Bois. T'as acheté une zéna ou pas? Alhamdulillah, Walidi. Dis-moi, Fellil, qu'on a qu'on dit tout le monde, mal chous. Au soir, qu'on a fait un peu de chréha. On a qu'à dire que les problèmes de l'homme-sar, Allah, il est juste là, il est juste là. غدا ان شاء الله غادي تكمل ديالك
بصح داكشي اللي قلتي ليها عجبت لك انا ود المغربيات قلتي ليها بلا زعما المغربيات ممكن يفهمونا ويصدقوا لينا المغربيات هما اللي غادي يفهمونا وكيفاش دابا انت با زعما قبل ما تجوج كنتي عارف بلي امي غتفاهم معاها من بعد ما عمرك جبت لي امك قبل من الناس كان داك الدو اندرا كاين شي بلان تخممش معلم البلانات ديما كاينين وهي شي همزه واعره هذه على سطحتي همزه هنيت على سطحتي واش بغيت المصيبه لك عليها هذه بغات كل شيء فين صافا شات شي هذا لا والو غير شي حويجات الوليدات بارك الله فيك سمحي لنا كنتعبوك معنا بزاف تبعني عزيز عفاك بغيت مشيتي عند الطبيب واش قال لك حامله واش من ناويه ديري يا هند واش بغيتي نخليوها اسمع عزيز هادشي راه ما كنديروهش في عائلتنا شوف عندك يجيب لك الله هضرت معاك زعما هكا تقول لي هاد السطاطه راه ماشي ولد الناس ولا شتي انا راه راجل بنفسي شوف الدنيا هانيه ما تهزيش لها ما انا راه غادي نهضر مع والدي وما يكون ان شاء الله غير الخير مزيان اش نيت نرسو ولا ديال العرس العرس دابا حنا غادي نتزوجوا انا وياك ونديروا عائله بحالنا بحال باقي الناس حتى حنا غادي تشدي ليا في يدي ونشد ليك باش نفسر لك مزيان لا سيتوياسيون انت بالنسبه لي ما عندك حتى اهميه زيد ناقص كتجيني عزيز الصراحه راسك خاوي شنو هي راسي خاوي كيفاش راسي خاوي انا راسي ما خاويش انا راسي عامر عامر بالشعر بالعربيه tu n'es pas mon genre هادشي اللي بغيت نقول انا رازمتني با طلعوا لي فراسي هادوك جوج كلاب اللي كيبقاو تابعيني نهار وما طال je pense que je vais هو الحل الوحيد باش نخرج من هاد الحبس هذا ولكن علاش انا بدات حيت معاك نقدر ندير شنو ما بغيت وقت ما بغيت انت تقدر دير ما بغيتي زيد انا عارفه راسي عجبك مش حالتي وليني لا اش قالت لك دير معايا ها ولا ها عزيز غنقولها لبا ديك ساعه وغادي تكرفس عليك مزيان يلا شتريس السلام عليكم السلام عليكم سي مختار كي داير بخير اهلا عزيز وليتي تاكل اللحم لا لا صراحه لا ما تاكلوش واي قلت مع راسي دايز دايز نسولو على سي مختار الله يودي تسلم عليا صراحه سي مختار بغيت نسولك سول شحال وانت كزهر اش غنقول لك اولدي هادي شي 20 عام وانا كزهر هاد الحرفه اللي تخليها كيبقى فيها وعلاش سي مختار ما تعلمت هاد الحرفه واش غندير شي حرفه اخرى هاد الحرفه بحال بحال الشيخات اللي تخليها كيبقى تما الصراحه سي مختار بغيت نسولك واحد السؤال واحد اخر وسمح لي الا قلقتك كي تيجيك الحاج سي احمد سير خليني نخدم قلت له سنامي كنت تفيق لي يا صاحبي مش مزروب عندك شي مواد لا خليه راه عندي لي ريبيتيسيون ديال البيتش بويز خصهم شويه خليه جري اسرع اسرع يا يا عم تحفو مخا صاحبي فكرني بالكنيه الكنيه راه بيها القادم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
طولتي بو عزيز عرفتي اسمح لي وقع لي واحد اللبق نقوليش أندرا واش باقي باغي تشارك ولا لا؟ صراحة ديال الله لا 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 اسمح لي يا خويا انا غادي نشارك مور هذا صاحبي نعرف الشيطان ما وقع لي لا بقلت كتعرف الظروف عامين اخويا وكيتريني ولا ما عرفتش عاد قيدو قيدو الله يجازيك بخير ابا حميد سمعوني حددوا ما بيناتكم وتفقوا لا غادي تقيدوا يعني غادي تقيدوا صافي تشوف لي السطا العود ها تشوف لي رشيد جرى خويا الا غادي شي اختار رشيد ها قيدي انت انا ما يمكن لياش كناخذ 10 في العام ما عدا الا شي واحد فهم راسو وانسحب عزيز غادي تشارك قيدني 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 قيد قيد يلا باتري سير 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 يلا دريل نبداو عندكم المرحلة الأولى 5 كيلومتر حتى الجزيرة بالناطاسيون من بعد ما تخرجوا عندكم 5 كيلومتر أخرى ديال الجوكين الجرى من بعد 5 كيلومتر ديال السيكليزم اتفقنا قضية مفهومة ودابا عندكم بيتيت اونترينمون ريبيتيسيون ها فيري غود زوك فيك خير شي هضر غير شويه المولد ديال اللي كاين داخل المهم انا خصني نهضر معاك ماشي دابا وماشي هنا تفاهمنا عرفتي وتقول شي حاجه خير رشيد نهار الشيطان العود ولا حنا صابر انا جيران كنعرفوا بعضياتنا مزيان كون هنا العود راه عمري ما نقول شي حاجه تهلا في راسك يلا وليدي يلا ما خصناش نتعطل على الناس مك الو مشيت ولا باقين هو كيلبس اشنو لبس قميجه قوقيه لا الخرج فيا ماشي القوقيه قول ليه لبس القميجه البيضاء مع الكومبلي الكحل واخا 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 سلامه قلت لك مك لبس قميجه بيضاء قميجه بيضاء غادي نلبس قميجه قوقيه قميجه بيضاء مشيت لبسها هي تخممش على العود الخطة هي الخطة اش قلتي؟ عدوي بينو بينو واش ضروري أبا خصنا نمشيو؟ معلوم غادي مع الناس وكيتسناونا فوق هادشي كله راه لابسين حوايجنا أمك دابا راه فرحانة وفوق هادشي كله السي حمد راه راجل مزيان راه غادي يعاونك يعاوني؟ باش غادي يعاوني؟ شوف راجل بحالو راه يقدر يسكن في شي فيلا كبيره ولكن هو ما بغاش بغى يبقى هنا راجل متواضع وهند بنتو مزيانه غادي تعيش معها بخير وعلى خير ويلي عزيز واخا مفركز عرفتك وراه مفركز ما عملي مزيك بحال هكا صاحبي غادي تصبر عا غادي انا والوليد عنده واحد الصدرات زاد وين صباح خير الحاج علي المهم تهلا حتى نشوف وصل علي تهلا علي اكل لك زوين علي كاكا تو شو على سطات وصافي بقيتي على خاطرك العود شوف قدامك وحده فين كتحط رجليك مرحبا الساعة مباركة هذا نهار كبير هذا نهار كبير المدى كيف؟ بهجة غير تزال علي الحال شي شوية
تفضلوا سيدي تفضلوا. زيد سي ابراهيم مرحبا. تفضلوا. مرحبا مرحبا. سي ابراهيم الوالدة ديالي الله يخليها ليا ويطول لها العمر بغات تلقى مع عزيز. توفيق خويا والوالدة كيسكنوا الفوق في الدوطاج. جوج. تبارك الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الوالدة عمرك طويل. بسم الله يا الوالدة هذا هو خويا توفيق. الوالدة هذا هو عزيز. وهذا سي ابراهيم. باه تشرفينا لاله خديجه. لاباس عليك؟ اش قال؟ قال لك واش لاباس عليك؟ لاباس ولدي الحمد لله الحمد لله. واحد بنتنا هند فين هي؟ حشوميه كتحشم. هند يلا هو صافي زيد. ملي جات من اليابان ما بقاش كتاكل الماكله ديالنا. اليابان مشات عند خويا تما في اليابان خدام مزيان ومشى بعيد. مشات عنده هادي شي عامين. 3 سنين يا بابا. 3 سنين الوقت الطير سي ابراهيم. وملي رجعت ما كتكلم غير على الجابون وما كتفرج غير في الافلام ديال الجابونيين. حتى انا كيعجبوني السومو ديال الجابون. اش قال؟ هادرين هادرين. كتيش فيجيتاريان؟ فيجيتاريان بحالي. مالو؟ ما كياكلش اللحم وحشم وكلاه. ابني هذا هو الراجل اللي بغات تاخدي. با ابا اش كاين؟ ما كاين بس. حتى اخر حاجه كنت كنتوقع السي احمد يكون فيجيتاريان بحالي. سبحان الله العظيم. وانا سويدي ناس تصبح وتذكر فوز. زعما با كظن بالله زعما انا قلت له يعاوني نحل واحد لاصال ديال لونطريمون ديال الحديد. دابا يمشي معايا في هذه المساله هذه. تعرف يقدر يعاونك. تعرف دابا ناس تصبح ونهضر في هذا الشيء. صباح على خير ابا. يا دابا داك الكزار اللي نهار كله هو في الدمايات والريوصه بالحواله والكبادر ومصارن فيجيتاريان وكزار ومعشي باللفته العود فوق هادشي راه بغى يعاونني. يعاونك يعني بغيت تقول باغي يعاونك باش تمشي لألمانيا ياك. تقديم صاحبي ديرش ألمانيا ترصات بغى يعاونني باش نفتح واحد لاصال ديال لونطريمون. ألمانيا اش غدير فيها؟ واحد القديم واحد اخر عاوتاني. صاحبي اش من ألمانيا شي راه واحد القضيه فكرت فيها ولقيتها مزيانه بزاف كاع راه ما تيفهموا لينا على المغربيات تيقوا بيا الدراري والله العظيم ما كاين ما احسن من بنات البلاد. دابا انت بغيت تقول لي بلي كتفاهم مع هين. كتفاهم مع هين الصراحه مازال ولكن دقه دقه مع الوقت ان شاء الله فهمتيني. هين بنت الجزار مع عزيز الحداد. ممكن ممكن نجي نتويا لماذا؟ صافاين شو بغيتي عزيز؟ قلت لك شحال مره ما تحملش شي واحد يديرونجيني وانا خدامه في لاصال الصباح. هضري بشويه عين بغيت ندوي معاك. هضر. شنو بغيتي ندوي هنا؟ عزيز هضر هنا. ياك زعما انا وياك غادي نتزوجوا يا حسره ولا لا؟ ومن بعد؟ من بعد يعني انا وياك راه غادي نوليو نخرجوا وندخلوا انا وياك غادي نوليو نعسوا ونفيقوا انا وياك ناكلوا ونشربوا انا وياك وربما الا كتب الله ان شاء الله راه غادي نديروا الدراري انا وياك. ياك هادشي اللي بغيتي الساطا ولا لا؟ جو كرو كو جي ايتي كلير لا دانييغ
المشروع ديالك ما عندي ما ندير معاه، ما بغيتش نعرف، دير لي بغيتي. يمكن نكمل لي زيكزارسيس ديالي؟ نقول لك علاوات حبيت صاحبي حرت ما عرفتش ندير. قول لي الصاد كنت انت في بلاصتي اش كنتي غدير؟ عندك حق انت واعر انت تكونسونطريتي على لاكاري ديالك في اللول باش توصل. شتي وانا وياك في القضيه ديالك كنتشافو عين عندك الحق عين خرجت ليا في الحساب العاود. ولكن انا فكرت واحد القضيه واعره انت شوف انا عندي واحد البروجي مقترحو على باه بها سي حمد ما نقول ليش يدوم تقوبة ويعاوني في بروجي ديالي ودك ساعتها تكون انا عندك كلمتي ويا عندك كلمتها دير داكشي اللي بغات ندير انا داكشي اللي بغيت تفهمنا وانا هاد القضية نعاود تهلا. قال لك باغي نشري من عندو الصالون خدمة فيها بس علاش ما تقبلش اصاحبي؟ الا شريت الصالون هي بقيت هنا وانا باغي نولي ممثل ما بغيتش نبقى حياتي كاملة وانا كوافر وغنمشي والله نمارك والله ما كرهت نحقق الحلم ديالي ما كرهت نمشي لالمانيا نخدم شي ميزون ديال مرسيدس وندخل بشي حديده واعره ونفوح على بنادم. ما كاين لا المان لا طاليا لا مولاي بوي خاص غا امل تقبل عليا ونكون انا وياه مزيان ولا خصني تكونسونطرا على الكارير الدراري خصني نرجع للبرا. امل سالي سالي سافا فوالا جيت بريزونت مي زامي امين مي جو كوني ديجا امين بونجور فوالا سي عزيز بونجور. Je t'ai vu aux répétitions du Beach Boys. Non, que tu fais. Comment la savie pas les là. Il est vraiment pas cher. T'as pas de mal. Pas cher, cher. Il est vraiment pas cher. Non répétition, non. Où est-ce que ça m'a cher? Où m'a un cher cher? Oui, j'ai un cher qu'on a fait. Peut-être que je suis cher, quoi. Bah. الله عاون الدراري. كيسكي سبي؟ تاكيت با سي دي بروبليم اونتر امي ساغيف تو لي جور شاك فوا عادي ترونكيل تاكيت با. مو بارتيغ جو دو بارتيغ. جاني تهوى. اون فيت غادي العاود. امشي للدار. وتسنى حتى انا نمشي معاك. سي بوتيتر اكوز دو نو؟ نو با كونتر نو با كونتر سي با اكوز دو فو سي نو. سي. تي فوا لا مير؟ C'est comme un poisson dans la mer. Il part toujours. Viens, je t'explique un truc. C'est comme tout le monde qui dit, c'est la vie. عاوتاني كتبرك ليا باب داري. الله اخويا رشيد الا جيت نسلم عليك صافي سكتنا مع الهضره. قول لي علاش ما جيتيش لونطريمون اليوم في العشيه؟ البيتش بويز. المهم بغيت نهضر معك شي حاجه ولكن عزيز ناري وتقول هادشي واحد غتقتلني وماشي غنقتلك غتذبحني واكثر. اسمع لقيت واحد الدريه واعره في البحر سبليونيه وعجبها هذاك الكسوه ديالي بزاف فهمتي؟ لا ما فهمتكش الصاد. كيفاش ما فهمتينيش؟ وهي دابا كتفلع عليا. لا صاحبي دابا انا ما فهمتكش شنو بغيتي تقول فهمتيني؟ اسمع اللي بغيت نقول لك هي زوينه عجبتني. دابا فهمتك انا عاود بغيتي تدوز البيتش بويز باش نمشي نلحق عليها معلم هذه عندي. قالوا لينا كاينه الربحه سيمانه في مدريد اسبانيا. شمن مدريد انا عاود دابا انا ضيعتها. لا صاحبي راه الالمان كيهمش صاحبي دابا شنو ندير انايا؟ واش نقول لك الصاد والمراه والولاد كدير فيهم يلاه. اسمع يا عزيز المراه والدريس ما غاديش يطيروا ونصوفي راسي ونصوفيهم معايا وزعما انت راه عندك تجربه في هذا الشيء. كان اخويا رشيد شنقول لك انايا؟ شتي حنا الرجال الفحوله في هاد البلاد راه ما يصلحوا لينا غير المغربيات. مغربيات ويلي يا صاحبي مغربيات هما اللي كيفهموا لينا. تهلا مراتك وليداتك تهلا لهم تهلا. صاوبت شي كاس معايا با؟ لا غير بالصحة. علاش كتشرب هذاك العجب؟ ضروري با داك كناخدو كل نهار ثلاثة المرات لونطري مخصص على ماس لونطري ما بقى لها قد ما فات.
شوف باش نرسمت شنو هذا الشيء ديت يدير بلان ديال لاصال ديالي الجديده اللي غادي يعاوني فيها السي احمد وقال لك السي احمد صراحه ما قالها ليش ولكن انت قلت لي بلي غادي يعاوني هو غادي يعاونك الا تناسبتي معه ولكن واش لاصال ولا شي حاجه اخرى ما نعرف صراحه خصني نتكلم معه في هذا الموضوع هذا خصني نقول ليه باش يمشي معايا في داكشي اللي باغي انا ماشي نمشي معاه انا في داكشي اللي باغين هما فهمتيني تعزيز عليا با صراحه انا من نهار اللي حليت عيني عليك وانت ماشي في الريد الوالده والعائله ديالها كلمه كلمتهم واللي قالوها لك هي اللي كدير وانا ما بغيتش ندير نفس الغلطه بغيت ندير داكشي اللي باغي انا فهمتيني غادي نسولك واحد السؤال وغادي تفكر مزيان عاد تجاوب يا سي احمد انا كنسمعك هند بنتي كيف كتجيك صراحه سي احمد بنت كاين صطه مزيانه بغيت نقول زعما هي دريه مزيانه وزعما عقلها مزيان وهي مره ماشي بحال العائلات الاخرين فهمتيني انا اللي تسترتها واللي مات تما الله يرحمها فششتها بزاف اللي كتبغيها كتلقاها على داكشي ولات صعيبه وصعيبه بزاف صعيبه بزاف كيفاش؟ لا لا سي احمد اسمح لي بغيت نقول زعما بالله بنتك هي دريه مزيانه وعقلها مزيان وهي كتحترمني وانا كنحترمها فهمتيني ودابا انا كنحترم يعني داكشي اللي كتبغي دير وانت هي كتحترم داكشي اللي باغي ندير انا ان شاء الله وبهذا المناسبه سي احمد بغيت غير نوريك واحد البلان كنت صاوبته ديال انت غادي تبدا انت شنو غادي نبدا سي احمد على ما قالت لك والو هند هند لا ما قالت لي والو حيت انا ما قلت والو لهند على ود هذا غادي ندوز 6 شهور ديال 16 عندي في الباطوار حتى تتعلم شي شويه مزيان وتطلق يديك عاد نشوف واش غادي ندير في الباطوار واخيرا سي احمد غير ما فهمتينيش امتى غتسالي هاد التخربيق اش من تخربيق سي احمد الخدمه في لاصال وشوف نقول لك انت راك وليتي مهم ومهم بزاف ومولا صار كنعرفو نقدر ندوي معاه يطلقك بالزربه انا نسوق فيك استعمل الا هذه انا نتكلف انا غادي نتكلف انا نتكلف بلاصه نهضر مع مولا صار يرحم والدي يلا يلا مليك فين المطار مشى لا لا قولي واش شفتو حتى مشى من المغرب شوف ياك دابا قلتو هو مشى وانتوما ما درتو والو هي غتردو ليا فلوس كيفاش الو 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 قطعوا ولاد الحرام دراري خوا دريا تبقى هنا وداك السويدي غيمشي بحالو قلت لك اصاحبي هذاك الصاد راه كيجي جوج مرات في العام وكيمشي كيرجع بوحدو ما قلت لكمش لا نوفيل هضرت مع امل قالت لي راه غدبر لي على بوستوار في لوطيل خوكم غادي يولي انيماتور انيماتور اصاحبي انيماتور كبروا الصحه اسيدي مبروك عزيز راه تيخصني نمشي للمانا العاود واش عند الناس ربعوني نوليك الزر انا في هاد البلاد انت مالك تفروحتي ولا تسطيتي ولا مال راه خصني نربح في بيتش بوي اش شاك في بيتش بوي انت راه هزك ما في بلاصتك كيفاش هزني ما في بلاصتي لا بلاصتي اليوم غادي نردها ياك ما بانت لك انت تدوز في بيتش بوي انت شاع فصلتك انت بعدا كي داير امين الله يرحم باك غتخلي عزيز يدوز راه هو الاول تقيد
هو راه عنده هيلقا صح تشمن هيلقا مولاي هيك هيلقا انت اللي كتحماق عليك كتسطع سيدي ما كتحماقش عليا كتحماق عليك انت وكتسطع عليك انت وكاع قالت لي راه عندك شي حاجه حيوانيه Ça va? Oui. Tu comprends mon nom? Hein? Yeah, bien sûr. Pas toi? Ah non, non, moi, je comprends mon nom. Bichette. Zif to Vaimich? You talking to me? Talking to you? Sieben, sieben Nachrichten von. Sieben, sieben, ja. C'est ça. Tu sais, Assis, avant, j'habitais à München et j'avais un bon travail. Je travaillais à l'Institut Goethe. Ah, Goethe. Yeah, et maintenant, j'ai tout lâché. Pourquoi? Pourquoi? C'est grâce à elle, Assis. Et pourquoi la photo? J'ai découvert, il y a 5 mois, que c'était mon arrière-grand-mère. Et depuis, ça a changé toute ma vie. J'ai des origines africaines, Assis. Tu te rends compte? L'Afrique fait partie de my identity. Yeah. Identity. Yeah. Je savais que je n'étais pas à 100% allemande. Tu sais, Assis, quand on se retrouvait entre copains et qu'on chantait, il y avait toujours du rythme en moi. Et je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais, c'est elle. Vite, Assis. Tu sais, ton ami Amine, je crois qu'il me traque un peu. Mais, Amine. Mais il est trop rationnel pour moi. Il est trop allemand. Ah, non, 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 lui n'est pas allemand. Oui, somalien. Lui, maigre, maigre, somalien. Yeah, mais dans la tête, il est trop allemand pour moi. Moi, je suis dans l'Afrique. L'Afrique, Assis, tu comprends? Et tu vas retourner en Allemagne? Non, jamais. Jamais, please. Et pourquoi? Tu ne retournes pas en Allemagne? Je vis à Lomé depuis 2 mois maintenant. Lomé à côté de Francfort? Non. À côté de quel? Non. Lomé, Togo. Togo à côté de Francfort? Non. Togo en Afrique. En Afrique? Yeah! Tu connais pas? Et allemand? Non! Tu reviens pas à l'Allemagne? Non! Les vacances? Tu vas au Togo et après tu reviens en Allemagne? Mais je fais à Lomé, au Togo, en Afrique. Tu devrais venir avec moi. C'est très beau l'Afrique. سي حميد تبارك الله عليك عزيز انت صاحبي ديما تتلمع الطر وعرفتي اليوم اخر ريبيتيسيون واه يلا زيد معلم شتيها هي هذيك هي اسبانية هي اسبانية عرفتي شنو عزيز على تو سكي ميليتير عرفتي باه كان صاحب مع ذاك الجنرال فرونكو قلت انا قالت لي نضرب شي تصلي على راه الدنيا هانيه نصلع ما كنديش مشكل عرفتي اللي ربح سيمانه في مدريد قلت انا هذا الشيطان انا عاود شنو في مدريد اصاحبي بيتش بوي وكذا وشنو ترى ميونيخ العودة اصاحبي اش من مدريد ميونيخ او مدريد اصاحبي خلينا صات مدريد ولا ميونيخ مدريد ولا ميونيخ وانت
انا شوف سير سول هذاك فرانكو اللي كتعرف اللي كيعرف باه وكذا هو يقول لك راه ميونيخ وفرانكو مات صاحبي وها كان صاحب باه تتاوي ملكة 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 مالك ما هضرتيش معايا معليش نمشي وسيدي ما بغيتش نهضر معاك واش ما بغيتيش تفهمها عطيني خويا اتساع مالك بنتي ليا مقلقه قلت لك ما ماليش ما تعاوش اخويا توقف معايا وما تعاوش تهضر معايا زعما حنا عشره قديمه وكنتعرفو من الصغر انا يمكن لك تعاودي لي كلشي مالك هذا داك مولا البهيمه ضحك عليك حياتي هذيك ماشي سوقك يضحك عليا ولا نضحك عليه داكشي بعيد عليك سير اخويا ديها في حياتك ياك انت براسك ما عارف لها من راسها من رجليها قالك باغي يولي ممثل ويمشي للالمان افق من القلبه وليدي راك غير كوافر فراس الدرب الله يلا كتبقى فيا امين امين سير بيه كل ولدي زيت البلدية راه عمك اللي عصرها عارفين أبا عمي هو اللي عصرها راه مزيانة الهضم تشرب منها نص كاس ما تبقى تحس بوالو وابا وابا أنا راه مصرني ما عندهم حتى شي مشكل مصرني داير بحال الحديد شتك مغير اليوم شفتي هند ما شفتهاش ما بقى لك والو إن شاء الله الرحمن الرحيم وتولي جزار جزار كبير أمك غادي ترشق لها بزاف مي ما تفرح بزاف والله ما نكون قزار غادي نكون اي حاجه بغيتها انا الا قزار هند هو بنتي غنديروا لي غسير تريز غير هو كيدير لي راسو قاصح خصنا نوركو عليه باش يعطي الراس يا بابا من ناحيه راسو قاصح راسو قاصح وين يا بابا نعول عليك باش تزير علاه نتعاولي عليا ماشي باك انا غير هو كاين واحد القضيه راه انت اللي خاصك تعاوني معاه ودخلني معاه لي زافادوار وتقدمي الحريفيه الجزاره باش يتعلم سي احمد سي احمد بلاتي عرفتش ولينا بابا راك عارفني ما عنديش مع ريحه لي زاباطوار بابا راك عارفني ما عنديش مع ريحه لي زاباطوار راك بنت جزاره لال واش كاين طلعت عند السي عزيز وما لقيتوش في الدار تلاقيت مع واحد الجار ديالو قال لي راه ان شاء الله بحال عنده واحد المسابقه زيد ديماري طلع اش عندها دابا هذا غادي يبقى هربان وانا تابعو كانش كيسحب لي برا غادي يقدر يمشي ويخلينا اش نديرو بابا دابا زيد اسيدي زيد شويه واحد عزيز طاهر فينا عزيز الطايري حنا كنقلبوا عليه وإلا شفتيه قول لي غادي نبداو بلا بي انا اللي غادي نبدا بي انا انت صاحبو لا خويا انا مسكنش هنا غيبات لي الجوقه وجيت نعم عاود اش قلتي فين ولد الكلبه تبعوني تبعوني Je suis très contente que tu sois là. Tu vas adorer le Togo. J'ai tout de suite senti ton côté aventurier. Oh, c'est tellement pas allemand. J'adore ça. C'est trop lourd, hein? Toute la maison est dedans. Toute la maison est dedans. C'est voir muscle. Aïe,
C'est très fort symboliquement. C'est super, Aziz. Aziz? خلي على الدنيا شعري اللاز شعري شعري اللي انا مزوج شعري شدو فقتي يا الكلب ما حشمتيش تكرفس لي على الدريه بنتي غادي تفكر مزيان قبل ما تجاوبني ودور لسانك فمك عاد جاوب تكرفستي على الدريه بنتي كاينه ولا لا انا مزوج فيك سي احمد عار هي كاينه وما كايناش كاينه ولا لا انا مزوج لك في الوالده خويا عار هي كاينه ولكن راه ما كايناش لحقاش الناس سي احمد لحقاش انا اللي غنوريك دابا الطوغو انا اللي غنوريك الطوغو جمل كيعرف راسو غادي يموت قبل ما كيدخل القرلة كنتي عارفها ولا ما عارفهاش ما كنتش عليك والله ما كنت عارفها انت غادي تعرف عسيلة عسيلة اعطيه الكل عسيلة يا سحمد سكوالي شكون هين اجيتي ديري بنتي خليه يمشي يمشي تكرفس عليك وي مش بابا راه خاصني نهضر معاك خرجوا عليا كاملين اش كاين بنتي هذاك الشيء راه ما منه حتى شي حاجه ما حاملهاش راه عمرني ما كنت حامله واختارتي هذا الشيء كامل علاش يا بنتي علاش حيت بابا عييت تخنقت تقجيت بارك مقوت الشافر ولي كارد كور وما عرف شنو راه بغيت نعيش حياتها بابا ولكن يا بنتي راك انت اللي عندي في هاد الدنيا هادي شكون اللي غادي يبغي لك الخير احسن مني انا راه عرفت بابا عرفت هادشي كله وعلاش ما كنتيش كتقولي لي هادشي شحال هادي راه هضرت معاك بابا شحال هادي وديما كنقول لك بلي راني بغيت نعيش حره شي شويه راه كبرت بابا راه ما بقيتش انت صغيره ماشي دابا نكلمك من بعد دابا مشغول كنتكلم مع عزيز بسلامة اول مرة با كنشوفك تكلم مع امي بهذه الطريقة هادي شنو غا بزاف ديال الحوايج غادي تتغير بزاف ملي شفتك غادي للطوغو تعيش مع المانيا باش ما توليش جزار بديت كنفكر قلت مع راسي 40 عام وانا صابر 40 عام وانا صابر لامك من اليوم كلشي غيتبدل غادي نرجع للحرفه الاولى ديالي العود معلم ما عندي ما نسال وكلمه واحده العود العود امور الطاكسي سمح لي اوف صراحة عزيز انت اللي خاصك تسمح لي عرفتي شنو بابا راه فاهم راسو جي سوي ليبر ميتنا بغيتي نسمح لك تنسمحك ولكن بشرط واحد اخر مره ترضي عليا نمشي معاك لشي فود كورت
انت الله فرصك. لا شيء ولا شيء. فين صاحبي صافاك وشي بخير؟ شوف اخر مره كندير شي حاجه من راسي، المره الجايه اي حاجه قلتيها لي غنديرها. تخممش على عود. واش على بالكم المفاجاه ديال البيتش بويز هذا العام شنو كانت؟ ورشيد عباد الله رشيد هو اللي ربح، وما مشى لا للالمان لا للطليان، ربح سيمانه ديال المساج في لوطي. المره الجايه انا اللي غنشري اللحم، سمعتي؟ وماشي بوحدو. واش هذا وقت اللحم؟ وامين سهل عليه الله، مسكين تا هو وشرى الصالون عند حمامه، ولكن العود مسكين بقى هنايا ما كاين لا للالمان لا سيدي بوزكي، هو مازال كيف ما هو، واه الصباح. دابا احسن حاجه فاش كتكون غير خدام عند شي واحد. شنو هي النهار اللي كتفكر تقلب كتقلب؟ مثلا انت دابا غدا اش قالت لك تقلب تمشي لطاليا؟ طاليا تمشي دير شي دير تمثيل ولا شي حاجه، ماشي بحالي انا من النهار اللي شريت هذا الصالون انا خصني نبقى هنا 25 عام ديال الكريدي. 25 عام 25 عام ديال الكريدي، وانا ما تخممش انا ما غيمشي حتى غادي يجيبها في شي دور في السينما ما يعني شي نهار تانم في شي افيش ماشي صعبه على غير. ماشي صعبة بحال هادي هاكا. المهم لا سول عليا شي واحد قول له انا هنايا راه نولي من هنا واحد 4 سوايع صافي. يلاه الله يعاونك. سبور لو ماروك؟ نو نو ايطاليا اي سا سي لو نوميرو. اه وي. وخالد هو تيشوف اش تتشوف هسي اش تتشوف كاع اي 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 انتم شادوا عباد الله راه وقتاش ما كتدخل عنده شي نصرانيه ولا شي قوريه للتيلي بوتيك راه تيكلف الحساب باينه هو اللي غادي يصفيها للتيلي بوتيك ما نهضروش عليها اي فوالا سيور 30 درهم كومي 30 درهم 30 درهم اوكي شنو كومبرونتا J'avais un billet de 200 dirhams, je le trouve pas. Mais c'est pas grave, t'as combien? Je sais pas. 12 dirhams. Tu passes une autre fois. Oh, prego! Shukran. 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 ما مشى للالمان ما خلا خطو تمشي للسويد هانتوما عباد الله هانتوما هو تيوجد بشي سلوكيه دابا غادي يرخي علينا يلاه سدوا بنيكم ومراد الفصاله صراحه انا هو اللي وصل فينا هانتوما ولا انيماتور في الوطن وتصاحب مع السطان اللي كان تيبغي حبيبي ما كنتش عارف الجروب ديال الطاليان اللي جا غدا كيفاش طاليان تنقول لك اصاحبي يلا قطعت معاه في التليفون مراد صاحبي راه ولا انيماتور في هذاك الوطيل راه هو اللي قال لي الوطيل مطرطق بالطليانيات عرفتي الطليانيات كيدايرين في ذاك الوطيل الواعر السطات النايضات اش من الطليانيات؟ ما بقاوش عاوتاني الالمانيات ولا حقا ما حقا الدوتش العنبو الحاج نهار الشيطان عطيني عقلك اصاحبي شوف كتعرف امين امين صاحبي الكوافور اصاحبي الممثل كذا هذي عرفتي عرفتي اسيدي كنعرف هاد صاحبك امين الكوافور وما عرفاش داكشي ديما داوي لك عليها صاحبي خصك تعرف هو امين يا قلت لك امين كيقول لي واحد القضيه وانا ديما متفق معاه فيها كيقول لي سيدي طاليانيات اسمع هذه يا معلم واعر طاليانيات كيقول لك طاليانيين بحال الصباط طاليانيات بحال الصباط واخا سيدي انا نقول لك واحد القضيه دابا تخيل معايا انت خيروك تعزل ما بين الصباط طلياني فيرو كويرو فهمتيني عرفتي شنو هي فيري طلياني سيني وصباط مغربي ايميتاسيون ها تعزل شكون تعزل بلا ما تفكر تعزل صاحبي فيرو كويرو طليان العاود طليان سيني الجلد الفري ماشي شتي انت وهذاك صاحبك امين هاك تخربقوا والله العظيم ما هاك تخربقوا قول له عاوتاني شعري الحاج عاوتاني شعري انا نهضر معاك في الطليان تمشي لي شعري والله العاجي الحشومه عليك بالله ترك عزيز عليا الحاج الله المهم I wanna leave my country cause I don't see clearly my future here My life seems to be a darkness night without
طاليانيه واش من طاليانيه تلعود طاليانيه ديالي اخويا واش طاليانيه ديالك واش كلشي ديالك انت شتي فوق هادشي بعدا نقول لك انا واحد القضيه شتي طاليانيه كيموتوا على الفورم عندك انت الفورم اش من الطاليانيه كيموتوا على الفورم واش كتعرف انت فشي طاليانيه روبير دونيرو طالياني وعندو شي فورما شوارزنيغر طالياني اه طالياني كيفاش طالياني فين شفتيها مو طالياني يمن مو طالياني شوارزنيغر مو طالياني اه طالياني طلع خويا ما قدرتش يجيني طلع واحد داك الجينيريك اش من شوارزنيغر مو طالياني ليش تعرف تهضر طالياني بعدا طالياني يلاه مالها صعيبه كاع يلاه قول لي فينتو فينتو البرد البرد اللي عندك انت البرد اللي عندي انا سكيلاتشي وي لا سكيلاتشي دوناتوني مثلا بيتزا وي على بيتزا شوف وي على بيتزا سباغيتي وي على السباغيتي هذه بي هذه باينه هذه عين اخي يونس يونس ركع عين بلاتي نتفاهم مع هادشي دابا كركي كي ضرب الطاليني وداك شوارز اللي كرم الطالياني اه مو طالياني عندك شي تقول شو اه من طالياني انا باقي نسى قاعده الحره تبرى تبرى نرفض الفوق سافيا الغرى وندير حتى انايا الكابريولي وتلقاني في لاكور تاع الرولي صافي 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 قلب عليا خليك تمشي لبحر دبر على شي توريزا نصوفي معها حياتي مولي حتى انا اوبتيميزا I wanna leave my country cause I don't see clearly my future here my life